يورو كاب على يورو كاب مجتمعين بطيخ وجبنة صحن ملامين على يورو كاب مجتمعين بطيخ وجبنة صحن ملامين شو ما كان جواب ارفع طقس العرب جواب شارك شو ما كان جواب ارفع طقس العرب جواب شارك يورو كاب اربح يورو كاب شارك على يورو كاب ملتمين طقس العرب مش بس ارصاد درجة حرارة وطار من طار شو ما كان جواب ارفع طقس العرب جواب شارك شو ما كان جواب ارفع طقس العرب جواب شارك يورو كاب اربح يورو كاب شارك على يورو كاب ملتمين. هذا البرنامج برعاية مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج جوك يورو. برنامج جوك يورو برعايه مشروب الشعير باربيكن وبرعايه مطعم فايب سلايدرز اند مور وبرعايه معقم الايدي اوجين ودجاج الطاحونه. راح اكون معكم انا احمد وشاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بطقس العرب في تاج لايف ستايل سنتر لاتحداكم واربحكم جوائز غير شكل. خليكم معنا ولبين ما نلتقي بأول شخص رح نقابله ونسأله ونتحدى مهارته بكرة القدم. رح بنحب نذكركم بأنه برنامج جوك يورو برعاية مشروب الشعير باربيكان ومطعم فايب سلايدرز أن مور ومعقم الأيدي أوجين ودجاج الطاحونة. يا سلام حقيقي انتو لطاف والله انتو لطاف جدا. خليكم معي لحد ما نلتقي بأول شخص رح نقابله ونشوف شو رح يربح معنا جوائز. في حدا هنا خلينا نشوف. مرحبا، نقدر نعمل معك مقابلة سريعة ونربحك؟ مرحبا، كيفك؟ حبيب قلبي، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. أول شيء حبيت إنك حاط كمامة. تسلم، هذا اليوم الإجراءات القانونية رح نتعيد فيها. أنت بتذاكر من ورانا ولا إيه؟ طيب، بس قبل ما نعمل معك الانترفيو ونسألك ونربحك كمان، ممكن تنزل تطبيق طقس العرب عندك؟ على الموبايل يعني؟ يا ريت. أكيد. أوكي، هذا طقس العرب. أيوة. تثبيت. يعني. أوكي. طيب، لبين ما ينزل التطبيق. تمام. خلينا نسألك هيك كم من سؤال اللي دخل بكأس أمم أوروبا. هلا بدك هيك تخسرني، أنت بدك تربحني. ما راح أخسرك. كيف؟ طب بس أي فريق بتشجع بكأس أمم أوروبا؟ ألمانيا، برتغال؟ ألمانيا. ألماني؟ نعم ألماني. أنا غششتك ولا إجت بالصدفة؟ لا أنا صراحة بحب ألمانيا، يعني عرفت كيف؟ بحب أشجع ألمانيا. شوف، بدنا نختبر مهارتك بطريقة كتير سريعة، بس نشوف كم من مرة ممكن أنت تصمد بالكرة القدم. طبعا الطابة معقمة أصلا من أوجين، معقم الأيدي أوجين، وبنفس الوقت أنا كمان رح أساعدك إنه تعقم إيدك قبل ما تمسك الطابة. أكيد طبعا. هلا أنا صراحة يعني بحب أشجع الكرة. طبعا الشيف غير كل أنواع التصميد بالعالم، هذا التصميد من نوع جديد. عارف كل حاجة بس مدكن. حبيب قلبي. طيب شيف، ما بنغلبك أكثر من حبيب قلبي. حبيب. سعدنا باللقاء معك صراحة. أنا كمان. وراح نربحك جوائز كثير حلوة. فمن نحكي لك أنت من وين ربحت وشو ربحت. جائزتك وجبة لشخصين مقدمة من مطعم فايبس سلايدرز أند مور في خلدة، وقسيمة شرائية مقدمة من دجاج الطاحونة. أكيد أنت شيف يعني بتحب الدجاج. إيه أكيد. دجاج الطاحونة صحي ومضمون. أكيد. نباتي 100%. أكيد. جماعة فخمين. أكيد أكيد. سامع بجاج الطاحونة؟ وين خلدي؟ وين خلدي؟ خلدي؟ هاي مش خلدة اللبنانية، في خلدة اللبنانية، خلدة. خلدة. لأن أنا بعرف الأماكن بلبنان. عمان؟ لا، خلدة بخلدة. وين يعني أنا؟ هلا صار سؤالنا عن خلدة. إيه بس وين كمان مش نعرف الناس وين خلدة هيدي؟ خلدة بتعرف حدائق الحسين؟ إيه. بجنب حدائق الحسين. طيب ماشي. جنب أبوه. ماشي. طيب وربحت معنا باكج مقدم من معقم ومرطب الايدي اوجين. تمام. طب تعطونا اوجين عشان نربحوا اياهم. وعلى فكره ربحناك معنا كمان كمامه، بما انك ملتزم، كمامه من طقس العرب. مبسوط شيف؟ هلا هي الاجمال يعني فكره حلوه، عرفت كيف؟ بس صدق شيء حبيب قلبي، ميرسي لكم. طقس العرب. مرحبا. اهلا. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. لاحظنا انه ابنك شارك معنا قبل ما حضرتك تشاركي. مزبوط. ابنك شكله بحب القدم كثير. اه
احكي لنا شو اسمه؟ اسمه محمد خير ابو عدس. ما شاء الله، هو الجائزة راح تروح له صراحة. يسلم. طيب بتعرفي مين احنا؟ طقس العرب. منزل التطبيق تبعنا؟ انت مش عارف صراحة. لا شيكي، لازم تشيكي اول عشان دخلك معنا بالجوائز. هو انا حخبى على حضرتك ليه؟ هلا ماشي زوجك، بس برضو كمان انت لازم كل حدا ينزل تطبيق طقس العرب عشان احنا بنبعث تنبيهات كثير مهمة بخصوص الطقس وبخصوص الكورونا واشياء كثير. بس ديروا بالكم على ابنها لانه عم بلعب بالطابة ومشي بالمول. نعم يا ماما. كيفك حمودة؟ كيفك؟ بتحب الكرة؟ بتحب الطابة؟ بدك تربح اليوم؟ احكي بس بدنا تنزلي لنا التطبيق عشان نكمل معك باقي. خلص هيك عم بتنزليه. طيب بس ما عرفتينا بحضرتك، اسمك الاول؟ ياسمين الشيخ. اهلا وسهلا اختي ياسمين. اختي ياسمين، احنا عم نعمل برنامج او بالاحرى احنا هذا البرنامج فكرته عشان اليورو كاب 2021. بس انا ما راح اسالك اشياء بخصوص القدم، لانه يعني شكلك ما لك القدم. مظبوط. طيب لك على المهارات القدم ما اتوقع. يعني نجرب. طيب خلينا نجرب اختي ياسمين، كيف هيك ممكن تشارك؟ انت خليتي حمودي يشارك. انا خليت حمودي يشارك. طيب بما انه حمودي شارك كمان برضو ما راح نحكي لك لا، وربحنا الجائزه بس لحمودي الجائزه مش لك. واعد؟ واعد. مش تشاركوها انت وزوجك؟ خلص ان شاء الله. طيب بشكر كمان زوجك لانه برضو منزل التطبيق زي ما انت حكيتي لنا، وربحتي معنا قسيمه شرائيه لشخصين مقدم من مطعم فايب سلايدرز اند مور في خلدة، وقسيمه شرائيه مقدم من دجاج الطاحونه، وباكج مقدم من معقم ومرطب الايدي اوجين. تعطونا الجوائز أغلبكم، وبرضو ما تنسي كمامة طقس العرب عشان ظلها معك وتتذكرينا. شكرا. شكرا كتير. يعطيك العافية. لا مؤديك. شكرا. أهلا مع السلامة. طيب خليكم معنا لنقابل حدا جديد مع جوائز جديدة. كيفك؟ كيفك؟ الحمد لله. أنت كيف؟ شو أخبارك؟ تمام. أنا كتير منيح والله. وأنا تعرفنا عن حالك؟ يزيد قحاح. يزيد كيفك؟ الحمد لله. انت كيف؟ كمان مره بحكي لك كيفك، راح تربحني جائزه. اوكي. علقت معي. هو يوم مش فايت انا. طيب يزيد لك على كره القدم؟ يعني شوي مش كثير. بتعرف عن كاس امم اوروبا؟ مين بتشجع؟ المانيا. كلكم المان؟ شايف والله مش طبيعي، كل ما قابل حدا بقول لي المانيا. العب شيء والله. هم صح لعيبه يعني، وانا معك، وانا بحب الفريق الالماني بالمناسبه، وبحب الصناعه الالمانيه. نعم يا حبيبي. طيب يزيد بتعرف مين احنا؟ طقس العرب. بتتابعنا؟ منزل تطبيق طقس العرب؟ اوف، منزل تطبيق طقس العرب. قديش عمرك يزيد؟ 14 سنه. 14 سنه ومنزل تطبيق طقس العرب، والله وحش. طب بايش بفيدك يعني؟ حاب اسمع منك يعني اخبار وانه بتطلع. ثاني مره لو سمحت ما تستعبطش. طب والله كثير منيح. طيب يزيد عشان تربح بدنا نختبر مهارتك بطقس العرب، مع طقس العرب سوري. فبدنا اياك تصمد بالكره، ممكن؟ اوكي. هلا الكره معقمه وجاهزه من معقم الايدي اوجين، وبرضه كمان راح نعقم لك ايدك قبل ما تمسك الكره لنضمن اكثر صحه وتعقيم زياده. بدك دخلت الطابع المحلات، وهلأ أصحاب المحلات راح يرفعوا علينا قضية ويروحونا، الله يستر. طيب ما أنا ما في مشكلة، هيك أنت دخلت معنا بالجائزة وربحناك معنا، وخلينا نشوف شو جائزتك. جائزتك وجبة لشخصين مقدمة من مطعم فايب سلايدرز أمور. بتحب البرجر؟ فايبس عنده برجر كتير زاكي والله. والله عضمانتي خلاص من. طيب بتحب البونلس تشيكن؟ لا مو كثير. طيب جرب البرجر وادعي لي. اوكي. وهو موجود بخلدة ذوي فايب سلايدرز ان شاء الله. وعندك قسيمة شرائية من دجاج الطاحونة. بتعرف دجاج الطاحونة؟ سامع فيه بس. اكيد يعني اهلك بالبيت هم اللي بيجيبوا الدجاج، فاتوقع انت ما راح تكون ملم بموضوع الدجاج صراحة.
طيب هاي هدية للبيت. خلاص أوكي. يلا هيك صار عمرك أبطش وتجيب هدايا للبيت. منكم بس. طيب كثير منيح. وعندك باكج مقدم من معقم ورطب الأيدي أوجين عشان ضلك هيك دائما بصحة وسلامة مع الأوضاع الحالية. طيب تعطونا جوائز يزيد أغلبكم. يزيد وفي جائزة هيك من طقس العرب اللي هي الكمامة بما أنك أنت شخص محافظ على السلامة العامة ولابس الكمامة وهيك راح تتذكرنا أكثر وهيك ممكن ترجعنا الطابة يزيد. خلاص أخذ جوائزك. شو بدك بالطابة يزيد؟ رجعنا الطابة. طيب ماشي. خلينا هلأ نختم حلقتنا من تاج لايف ستايل سنتر وننتقل لحلقة جديدة. فخليكم معنا. هذا البرنامج برعاية يوروكوب. يوروكوب على اليوروكوب مجتمعين بطيخ وجبنة صحن ملامين. على اليوروكوب مجتمعين بطيخ وجبنة صحن ملامين. شو مكان جواب ارفع طقس العرب جواب شارك. شو مكان جواب ارفع طقس العرب جواب شارك. يوروكوب اربح يوروكوب شارك.